صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 57 لسنة 2019 بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تنظم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه إدارة المحطة الفضائية الأرضية، إدارة تحليل البيانات والصور الفضائية، إدارة عمليات الأقمار الصناعية والتحكم، إدارة تصميم وبناء الأقمار الصناعية.